وللحديث حول تمويل إيران للإرهاب معنا عبر الهاتف من القاهرة الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبد الله. دكتور رشاد، بداية نرحب بك. كما تعلم، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تناول في حديثه تبني عقيدة ولاية الفقيه في نشر الإرهاب في المنطقة، وبالتالي تبديد ثروات إيران، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن الحرس الثوري صرف مبلغ حوالي 16 مليار دولار في عام لدعم نظام بشار الأسد وأيضا الميليشيات الإرهابية في العراق واليمن. دكتور، ما هو تأثير هذا التمويل على التنمية في إيران رغم غنى هذه الدولة؟ يعني بداية، أي نظام في الدنيا كل اللي بيهمه إيه؟ بيهمه خدمة إطار التنمية، تحسين مستوى الحياة، إن المواطن يعيش حياة كريمة، إن ما يسمى بجودة الحياة. فده كله بيكون من خلال إيه؟ بيكون من خلال إن الإيرادات بتاعته توجه إلى التنمية وإلى صالح الجماهير وصالح الشعب. لكن إذا أنت النهاردة خدت الموارد دي وجهتها للخارج، اللي بيحصل إيه؟ اللي بيحصل إن في حالة شديدة جدا معدلات الفقر، مستوى التضخم مرتفع جدا، الناس بتعاني جدا، وده اللي خلى الناس عملت مسيرات ومظاهرات، لانه مش منطق اكون دوله غنيه، وبالذات بعد ما اترفعت عني العقوبات، وبالذات لما بقيت ثالث دوله من حيث بيع النفط على مستوى العالم، وعندي ايرادات، وفي الاخر يبقى شعبي فقير وعنده تضخم وعنده معاناه. ده بلا جدال ده كله اثر على التنميه، اثر على معاناه الناس، اثر على التطور اللي في الدولة، وزاد الدولة فقر وخلى المواطن مش قادر يعيش حياة كريمة. طيب دكتور، في سياق ما ذكرته الآن، وفي ظل هذه الموارد عند في الدولة الإيرانية ذاتها، كيف تقرأ دعوات الاتحاد الأوروبي لتجفيف منابع تمويل مكافحة الإرهاب المدعومة من النظام الإيراني؟ هل العقوبات الاقتصادية تحد من ذلك؟ بلا جدال ليها دور كبير. لو انت النهارده رجعت كده قبل سنتين ثلاثة، كانت السعودية ودول الخليج بتعمل سياسة جيدة جدا انها تتحكم في كمية النفط بحيث تخلي السعر منخفض. ليه؟ علشان يبقى ايرادات الدولة الايرانية محدودة، فما تقدرش توجه لدعم النظام في سوريا او الحوثيين او غيره، وبالتالي بتأثر على ايرادات الدولة وقدرتها على تمويل الارهاب في الخارج. لكن بلا جدال النهارده مع رفع العقوبات وزياده الايرادات، خلى الدور الايراني في المنطقه وعبثه في المنطقه يتزايد بشكل كبير جدا، لانه بيهمه قوي انه ياخد دور اقليمي متعاظم وكبير، ويقول للدول كلها انا ليا دور، وبيملى جزء من الفراغ في منطقه الشرق الاوسط. لكن ده كله اتصور انه الضغوط الشعبيه التاريخيه ليها تاثير، الضغوط الاوروبيه والامريكيه ليها تاثير. بلا جدال لو في مزيد من العقوبات بيخلي ايرادات الدوله تنقص كتير، وبالتالي ما تقدرش تقوم بالدور اللي بتقوم بيه في الوقت الراهن. نعم، اذا من القاهره الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده، شكرا جزيلا لك.